السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة سيدون تعقيد، وإن شاء الله النهاردة هنراجع على المنهج كامل اللغة الإنجليزية. طبعا هنزل هنا مراجعة كاملة من المنهج من أول وحدة لآخر وحدة على المنهج كامل، الترم التاني كامل. وزي ما أنتم متعودين إحنا مش هنحل الأسئلة بس، ده هنحل الأسئلة ونشرح كمان علشان نراجع مراجعة كاملة. يعني أنا خلصت المنهج، ما ينفعش إن أنا اقول خلاص خلصت لازم احل امتحانات عشان هيقابلني سؤال مش عارفه، ما حد يشرحه لي تاني، علشان يبقى كل حاجه عندي موجوده، علشان لما ادخل الامتحان يبقى كل حاجه عندي. لازم اتدرب على الامتحانات طبعا، ما تستناش الوزاره تنزل لك نماذج حل واسئله زي الاختبارات الشهريه. خلاص ده كان عرضه خلص، كان عرضه ايه خلص. تبدا مع اول امتحان بيقول لي تيست 1 listening، استماع listen and write true or false. طبعا السؤال ده استماع فمش هنحله، لان هو هيحله معاك في الامتحان، لان ده سؤال استماع. ندخل على السؤال رقم بي، reading القراءه. read and complete the text with the words in the box. تمام، هقرا القطعه واشوف الكلمات. طب هنحل السؤال ده ازاي؟ لازم تكون حافظ كلمات. hospital hospitable يعني مضياف، حد مضياف. is Egyptian يعني مصريين. parcel اللي هي طرد او هديه. energy يعني طاقه. لازم اكون عارف الكلمات وهترجم عشان احل السؤال صح. بيقول لي more than half of the، بيقول لي نص من المصريين، نص من الايه؟ من المصريين. بيقول لي more than half of the not are under the age of 30. يعني ايه؟ بيقول لي نص المصريين تحت سن الايه؟ ال 30 سنه. يبقى الاجابه الاولى لازم اختار ايه؟ لازم اختار كلمه ايجيبشن. تمام، الكلمه دي يبقى دي رقم واحد. طب انا بعرفها ازاي؟ قلت لازم تكون بتترجم الكلمات. مور ذان هاف اوف ذا ايجيبشن، اختار وافترض الكلمات الصحيحه هتمشي هنا. يبقى نص المصريين تحت السن. بعد كده this means we are full of نقط. هذا يعني، this means معناها هذا يعني، we are نحن نكون full of، مليانين بالايه؟ مليانين بالمضياف ولا بالهديه ولا بالطاقه؟ طبعا بالايه؟ بالطاقه. energy full of energy. بعد كده we are helpful، احنا نحن نكون متعاونون. to each other مع الاخرين. and we are very friendly، طيبين جدا. to visitor مع الايه؟ الزوار. we are very not people، هاخد ايه؟ hospitable يعني ايه؟ احنا مضيافين جدا للناس الايه؟ الناس اللي بتزورنا. تمام، يبقى كلمه parcel هنا ملهاش ايه؟ ملهاش مكان. تمام، طيب نكمل السؤال اللي بعد كده. read and match، هختار هقرا الجمله من هنا واوصلها بالايه؟ ب من هنا. برضو نفس الحكايه، لازم اكون حافظ كلمات كتير علشان ايه؟ اعرف نترجم. بقول لي the musical chairs game، لعبه الكراسي الموسيقيه. مالها بقى؟ I go through the air، لا طبعا. we need music to play، محتاجين موسيقى عشان نلعبها. برضو ما تسرعش. بيتزا، ايه علاقه البيتزا ده؟ اتس بينفول، هذا مؤلم. تو برانشز ان ايجيبت، له فرعين في مصر طبعا. يبقى الاجابه الاولى ايه؟ نمبر 1 ايه؟ وي نيد ميوزك تو، لعبه الكاسيت الموسيقيه. محتاجين ايه؟ محتاجين ايه؟ محتاجين كراسي عشان نلعبها. طيب نمبر 2، وين اي ترافل باي بلين، عندما انا اسافر بالطياره. اي جو ثرو ذا اير، انا بعمل ايه؟ انا بسافر خلال، او خلال الايه؟ انا بذهب خلال ايه؟ الجو. The Nile has، نهر النيل ماله؟ ها طبعا branches. two branches in Egypt، له ايه؟ له فرعين فين؟ في مصر. طيب بعد كده هنا، اسف. I have a cut knot. I have a cut، ها انا لدي قطع. يبقى دي خدناها خلاص، ودي خدناها. طيب لدي قطع في البيتزا ولا اتس بينفول، انه مؤلم، انه ايه؟ مؤلم. يبقى دي حرف الايه؟ رقم دي. تمام، عرفت بجاوب ازاي؟ لازم اكون حافظ الكلمات، ودي مهمه الايه؟ الكلمات. نمشي بعد كده السؤال الايه؟ التالت. نعمل بس كتير للحاجات ده عشان مش ايه؟ مش طيب. بعد كده بيقول لي read the text and answer the questions، اقرا النص وجاوب الاسئله. يعني اقراها معاها هنا. I love celebrating شم النسيم، انا بحتفل بشم النسيم. with my family، مع عائلتي. it's Egypt oldest festival،
as the ancient Egyptians celebrate it too. يعني إيه؟ It's Egypt oldest festival. إنه احتفال مصري قديم. As the ancient Egyptians celebrated it too. كان برضو المصريين القدماء بيحتفلوا بيه. شم النسيم is in April في شهر أربعة. It comes the day after Coptic Easter. إنه يأتي في اليوم اللي بعد إيه؟ عيد الإيه؟ Coptic Easter يعني إيه؟ عيد الإيه؟ الأقباط القبطي. At شم النسيم في شم النسيم the weather is usually nice. الجو بقى جميل. غالبا بقى جميل. So we go to the park. إحنا بنروح الإيه؟ الحديقة. And eat lots of nice food. بناكل طعام كويس زي البيض والرنج والفسيخ دي. We also color eggs. إحنا بنلون الإيه؟ بنلون البيض. طيب هو عايز يبقى طبعا ده سؤال مضمون جدا 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 الاجابه هتكون فين في القطعه. انا بعرفك تحل الامتحان ازاي، مش بقول لك خد الامتحان هيجي من ده. تمام. طيب choose the correct answer. people color الناس بيلونوا نقط during the festival of شم النسيم. خلال شم النسيم بيلونوا الايه؟ ما استعجلش برضو، هقول potatoes بيلونوا البطاطس ولا onions البيض البصل ولا eggs البيض ولا فيش السمك. طبعا بيلونوا الايه؟ بيلونوا eggs. لازم احل بالطريقه دي. كل اختيارات اقراها. بعد كده answer I celebrate شم النسيم with my، انا بحتفل بشم النسيم مع اصدقائي family عائلتي teacher مدرسيني aunts خالاتي او عماتي. طبعا مع ايه؟ my family. طيب مثلا ممكن احتفل مع اصدقائي. تنفع؟ ايوه. روح اطلع على القطعه كده هتلاقيها وقال بحتفل مع اصدقائي. انا ما اخترعش بقى. friends تنفع، لكن هو قال لي في قطعه ايه انا بلتزم بالقطعه. بعد كده answer the following question، جاوب على الاسئله. when is شم النسيم، فين هو، متى يكون شم النسيم. كلمه when معناها ايه؟ معناها متى. نفس الحكايه هتعمل ايه يا سيد الفاضل؟ هتطلع فوق على القطعه، ما تسرعش. ارجع كده على القطعه. ها بقول لي ايه بقى؟ شم النسيم ها in April. اجابه اهي، الاجابه اهي، هتكتب الجمله دي كده شم النسيم in April. بس ادي كل الحكايه. والله موضوع سهل جدا ولذيذ وبسيط جدا جدا جدا، مش محتاج اي حاجه. ننزل تحت نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي what is the weather like at شم النسيم؟ ما او ماذا يكون الطقس شبه او عامل ازاي في شم النسيم؟ هطلع فوق برضه نفس الحكايه، ما اخترعش. هو قال لي اهي، هجيب القلم. بيقول لي the weather is usually nice. بس دي الاجابه. الطقس على طول بيبقى ايه؟ غالبا بيبقى الجو ايه؟ كويس جدا جدا جدا، very very nice. بس كده يا سيدي، نطلع فوق. هنا بيقول لي ايه؟ rewriting. اشيل بس الايه؟ الترتيب ده الكلير ده الاول عشان العلامات مش لخبطه. طيب هنا بيقول لي ايه؟ rewriting يعني ايه؟ يعني اعد او reorder the words to make correct sentences. يعني اعد ترتيب الكلمات عشان تعمل ايه؟ جمله صحيحه. بيقول لي very adapting humans at our goal. هم سهل عليك وجايب لك كلمه human هتبدا بيها. human مالهم بقى؟ human are طبعا فعل مساعد لازم. very are very good at five adapting. يعني ايه؟ معناها الناس شاطرين جدا 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 في التكيف. يعني ايه؟ احنا عايشين في الانترنت وفي زمن التطور الفظيع ده، لو رجعنا ان ما بقاش في جماعه عندنا كهرباء، ما فيش نور، ما فيش انترنت، هنعرف نعيش؟ طبعا هنعرف نعيش. احنا دايما بنحافظ على العنصر بتاعنا، بالفطره بتاعتنا بتدور على المكان اللي انا هتخليني اعيش، البقاء، غريزه البقاء ايا كان الوضع. امبارح احنا ماشيين بعربيه انا وهنا، فلقينا الكلب معدي، فهنا قالت لي او جانا قالت لي الكلب سبحان الله قام على الطريق ومشي. وازاي عنده عقل؟ قلت لها لا، دي غريزه البقاء، هو بيدور على البقاء. يبقى لازم تستغل المنهج في كل حاجه في حياتك مع اولادك عشان ما ترجعش تقول المنهج وحش. تمام. الجمله الثانيه people in Bedouin the desert live. طيب Bedouin كم واحد؟ كم واحد؟ Bedouin people الناس الايه؟ اللي هم البدو. مالهم؟ live الفعل طبعا، خدنا السبجكت يبقى الفعل live. in بيعيشوا فيه. ها in the desert 5 و6. طيب انا احلها ازاي دي؟ لازم تترجم الكلمات وحاول تترجم تحاول تحط الجمله بالعربي عشان تحل صح. انا بديك طريقه تحل بيها. طيب هنا بقول لي did you win up get. تمام. win رقم واحد. did فعل مساعد. you get up. you السبجكت.
get up هو هنا عملها لي get كم رقم كم 4 و up 5 هي انت اصلا بديهي ان up علامة استفهام هتبقى في اخر الايه في اخر الجملة تمام لازم تكون يا سيد الفاضل عارف الايه عارف الترجمة عشان تعرف ترجم صح مش حافظ الكلمات يبقى انت كده خد لك يومين ثلاثة احفظ راجع على كلمات المنهج كلها بانكتويت ذا فولوينج قعد قعد ايه هنعمل هنا ايه هنعمل هنا بانكتويت طبعا الاي هنا كابيتال لازم اعملها كابيتال تمام اي بدايه اي جمله بعد كده فول ستوب في الاخر مفيش اي حاجه تغير هنا خالص حط فول ستوب في الاخر لان دي جمله خبري تمام بعد كده الباراجراف بتاعك المطلوب منك هنا بيقول لي اداي وين يو هاد فن يعني ايه يوم كان ممتع جدا 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 بيقول لي يوز ذيس كويشنز تو رايت يور باراجراف وير ديد يو جو انت رحت فين وات ديد يو دو وانت عملت ايه هنا طبعا هو بيتكلم في الماضي لان اللي عرفني الماضي يا مستر لان هو هنا بيقول لي بيقول لي كلمه هاد فن اليوم كان ممتع يبقى انا هستخدم بقى الاسبوع اللي فات الصيف اللي فات الشهر اللي فات وليكن هقول last weekend last summer we went to the beach او I went to the beach with my family انا رحت الايه مع عائلتي كده احنا جاوبنا على اول فين هو بيقول لي where did you go فين بقى هقول the beach انا قلت beach خلاص السؤال الثاني what did you do we swam at the sea in the sea in the pool we play on the beach we play football I play with we my... played football we played مثلا volleyball I played with my family volleyball I played with my family volleyball هو عايز انك تنطقني بس تقول رحنا فين وعملنا ايه بس انا خلصت ما تنساش تحط الحرف الاول كابيتال فول ستوب في اخر الكلمه واسماء الاشخاص تعملها ايه كابيتال ده النموذج الايه الاول على ما اعتقد تمام مش هقدر طبعا احلل النماذج كلها فين في في فيديو واحد انه بقى طويل جدا 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 طبعا هننزل عشان تبقى عارف النظام ماشي ازاي ادي النموذج التاني اهو تمام انت ارجع للنموذج ده واكتبه تاني عندك وحله وحاول تعمل باراجراف صدقني هيفرق جدا معاك لو ذاكرت بالطريقه دي ال 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 الفيديو الجاي هيكون مثلا نموذج عربي الفيديو اللي بعده هيكون نموذج مثلا علوم نموذج دراسات تمام عشان ما ينفعش نعمل كله في فيديو ايه في فيديو واحد يعني خد الحاجات ديت واسمع الشرح مني وارجع حلها لوحدك واهم حاجه الباراجراف تحله كويس جدا 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 اشوفكم على خير ان شاء الله ما تنسوش تعملوا شير وعلشان نكمل المراجعه من هنا لبعد العيد ان شاء الله هتفرق جدا جدا معاك باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.